تعرض مكتب الصحة والسكان في مدينة تعز لقذائفها وأطلقتها الميليشيا المتمركزة في منطقة الحرير باتجاه المبنى، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيا المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، فعلى بعد أمتار من مكتب الصحة يقع مستشفى الثورة الذي لا يكاد يمر يوم دون أن تسقط فيه أو بجواره إحدى القذائف التي تحمل الموتى لنزلائه. نفاد المستلزمات الصحية والمعدات الطبية وانعدام المشتقات النفطية والانقطاع التام للكهرباء منذ بداية الصراع، أمور تسببت بإغلاق عدد كبير من مستشفيات المدينة، كما أن وقوع بعض المستشفيات في أماكن المواجهة دفع بميليشيا الحوثي والمخلوع إلى اقتحام بعضها واعتلاء القناصة لأسطحها كمستشفى اليمن الدولي ومركز الأورام السرطانية. تعاني المدينة من وضع صحي متدهور وحصار خانع يشتد يوما بعد يوم، ولكنها ما زالت تقاوم الموتى وتتنفس حرية.